ثانية. حياك تفضلي. الله يحييك يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا عندي بس تعليق على موضوع جمعة سعيد. يعني لو بقارن أو بقول كلمة استفزاز مثلا أقولها عن حادثة زيدان في نهائي كأس العالم، هذا استفزاز. اللي طق اللاعب الإيطالي ببطنه. أيوه هذا استفزاز، لأن اللاعب غلط على زيدان. صحيح. هذه استفزاز. طيب حركة بيبي مع ميسي لما داسه واللعب واقف، هذا استفزاز. والله متابعة جيدة لكرة القدم معالي. هتساويها معالي؟ من زمان. لا طبعا. أربعة ويا؟ اعتذر عن الرد. ما تبي تقول؟ أكيد سجلت ضامنها يعني. طيب بس ني حق جمعة سعيد، ليش بناء على كلام الأخ سامي صار الفوكس على حركة جمعة سعيد؟ أول شيء الحركة كانت في اللعب، يعني ما كان اللعب واقف وصار مثلا شد وشيء. صحيح. عشان نقول هذا استفزاز. صحيح. هذه واحدة. اثنين، ليش الفوكس عليه؟ لأن جمعة سعيد لا حركات من قبل بالضبط. يستفز الجمهور، يستفز اللاعبين، فشيء بديه إن أنا طول اللعب بتصيد عليه أي غلطة. بقعد أنطر عليه الزلة. فهذا اللي صار، هو مثل ما نقول بالكويتي نولهم إياها. غلطة منو معالي اللي صار؟ غلطة الحكم، لأن هو الحكم هو سيد المباراة، أنت توقف. صح. طيب وتاخذ قرار عشان تظل مسيطر على اللعب. صح. لكن أنت مثل ما تقول سيبتها شوي. فصار بعد حركة تمرير الكرة بين الرجلين. صار بعدين موقف الدفع. وضحت يا معالي، قواك الله، قواك الله.